يأتي عيد العمال في هذا العام وهو رقم 128، ومصر تمر بأحلى الظروف وتمر بمرحلة خطيرة. مصر تطالب كل أبنائها وخاصة العمال أن ينهضوا بها وأن يعبروا من تلك الأزمة إلى مرحلة هي كل ما يتطلع إليه الشعب المصري في التقدم وفي الرقي، حتى تعود مصر إلى سابق عهدها رائدة في كل المجالات، مصر القرآنية، مصر الإنسانية، مصر الحرية. رقم 128 الذي ضحى به أجدادنا وآبائنا وإخواننا دائما يتبع التجمع، لابد أن يحتفل بيوم العمال، يوم النضال، يوم الإنتاج، يوم الاقتصاد، ونحن في أمانة العمال الذي أتقدم بكامل شكري لكل أعضاء أمانة العمال. كما قال الأستاذ محمد عبد العظيم بأننا سنوجه رسالة إلى رئيس الجمهورية بشعار الاحتفال اليوم، وهو أن نصارع العمال والحريات النقابية أيضا للعمال.